نضوي كالعادة على المشاريع الصغيرة اللي دائما نحن ضمن صباحنا بنشجع عليها وبنضوي عليها كرمال الناس تتشجع، وخاصة ضمن الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها حاليا نحن بحاجة لعمل تاني. وفي ناس كتير ما بتملك الوظيفة، يمكن يكون عندها موهبة ما أنا قدراني تكتشفها او ما انا قدراني انه تشتغل عليها بمكان معين. اليوم بالسنوات الاخيره شهدنا ولاده مشاريع صغيره ومتوسطه كانت جدا مهمه على الصعيد الاقتصادي وبمواد جدا بسيطه، مثل ضيفتنا لليوم اللي بلشت مشروع بمواد جدا بسيطه وقدرت شوي شوي انها هيك تطور من هذا المشروع، واكيد للحلم بقيه. يا هايدي اكيد يا رشا، يمكن هالمشاريع بحاجه كثير اليوم لدعم كبير كرمال تنعرف اكثر. وعم نحكي عن مشروع الهاند ميد الاكسسوارات اكيد يلي بتزين اطلالاتنا، ولكن اليوم مع ضيفتنا لجانب هي الاكسسوارات عم تشتغل نمط خارجي، ان كانت اكسسوارات للشعر او حتى كمان تفاصيل كثيره ممكن نستخدمها ببيوتنا. اكيد رح نعرف اكثر عن مشروع ضيفتنا، تفاصيل كثير مهمه حتخبرنا عنهم. ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو السيده هلا المصطي. يسعد صباحك. ست هلا، اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خبرتيني ما الك زمان بهذا المشروع، 5 شهور بلشنا هذا المشروع، نحكي عن هذا الشغف الجميل والفكرة يعني بشكل عام. يعني هلا بداية أنا بدرس بالمراكز التربوية والفنون التشكيلية، فكنا نحن بنعتمد نبدأ إعادة تدوير أي بإضافة تدريس الرسم والنحت والخطوط والخط العربي يعني الموسيقى، فبنعمل إعادة تدوير. فأنا كنت حاول دائما استفيد من الإكسسوارات الموجودة بالألبسة لما تتلف او بالحقائب، باكسسوار لما ينتزع مثلا حاول استفيد من الخرس تبعه اعمل له اعاده تدوير. فبلشت لفت نظري موضوع الشجر باسلاك التربيط، انه كيف نسقهم مع بعضهم، اعمل مثل التطبيق يعني نسقهم مع بعضهم بطريقه انه يعني بنت شجره حلوه. بالخرز هذا اخذته من بلوزه، كان عملت له اعاده تدوير وصنعته كشجره، وهون بالخرز اللولي هلا هون بتقدري مثلا انا عملته اظن هيك مشان تقدري تلونه او حطه بقلب الكاسه. تلونيها تلوني مثلا او اتركه هيك او حطه بقلب الكاسه. يعني كثير حلو يمكن هي التفاصيل اليوم لما بتكون موجوده اليوم كزينه. اذا بدنا نحكي دائما لما بنستضيف اشخاص عندهم مشاريع هاند ميد بيقولوا لك انه انا مثلا تعلمت هي المهنه من حدا عندي من العائله، او ممكن انا تعلمت من اليوتيوب وبلشت بهذا المشروع. اليوم مشروعك كيف بلشتي تتعلمي اصول هي المهنه؟ بعدين حبيت انه كمل بموضوع الاكسسوارات، بلشت اعمل اكسسوارات انه مثلا كل لازم لي اكسسوار ما لقيت مثلا بالسوق لون يناسبني، فحبيت انا انزل وتسوق مثلا الخرز اللي بحبه وطبقه وشكله بطريقه حلوه كثير استفيد منها. وصرت كمان تابع مثل ما قلتي حضرتك انه على موضوع الميديا وشوف افكار جديده وطورها. هو كمان موضوع الخرز او الحجر، ممكن كمان صرت احاول ادخل حجر، هو لحالنا شكل الحجره او الخرز هو بيدلنا كيف ممكن مثلا نحوله ونشكله بتشكيل حلو يتناسب معنا ويتناسب مع ثيابنا او مناسبه. وشوي شوي صارت تخطر على بالي افكار جديده حولها مثلا افكر فيها وحولها واستفيد منها. هي القصة هي بدها حدا ذويق يعني يقدر يلعب بهدول التفاصيل جدا بسيطة، حتى من مواد نحن موجودة عندنا بالبيت يعني ممكن نستفيد منها ونتسوق. اليوم عم نشوف انه نوع ثاني للشجر، خلينا نشوفها هيدي. طبعا هي الشجرة اللي على الطاولة هي لوجو على طول موجودة يعني أساسية. حلو اللون الأزرق يعني دائما مريح للعين، بيعطي طاقة حلوة، والذهبي كمان حلو. أنا هون لبقت مثل ما قلتي حضرتك اللولو الأبيض القصيص الأزرق مع بحطوا فيه مثل زرع الصبار، فحبيت استفدت منه انا نسقته مع الخرز اللولو طلع حلو. هناك اللون الذهبي مع كريستال هيك قريب زجاج هذا شفاف، هو الذهبي ما بيعطي كريستال على فكره، يعني انا ما بحبه غير مع كريستال يكون يعني بتحسيه بيعطي تقل، بيعطي تقل اكثر الذهبي. تمام. يعني احنا بنحاول دائما نحط شخصيتنا الالوان المتناسبه ونحولها لموضوع بنقدر نستفيد منه وتناسق ومتناسب، ودائما بنحاول ندور على الافكار والافكار الجديده اللي ممكن تصير دائما. السوق بتحسي بده هيك حركه على طول، فكره جديده تطلع يعني. دائما شغلات جديده. تمام. كمان كنت عم نحكي عن شيء بخصوص الشعر، هدول القصص كيف كمان الادوات اللي بتستخدميها اليوم كرمال تستفيد منها الصبيه. هلا اخر فكره هيك حبيت بعد ما عملت اكسسوار مثلا سلاسل
اساور وحلاق. حبيت انه مثلا بلش هلا الاكسسوار تبعت له مشان المناسبات بتنحط هيك. بتحبي مثلا تحطيها بالنص او على جنب او تثبتيها على قوس بتصير مثل تاج حسب رغبه كل حسب. انا حابه كمان اكمل بهالموضوع اللي بلشته كتجربه اولى. اساوي كمان تيجان وللمناسبات تطلع فكره حلوه كثير. بلشت كفكره اولى هون هيك مشان المناسبات. يعني لا صدى كبير اليوم. لا هي حلوه كثير ومميزه. وبتحطي مثلا ممكن الالوان اللي بتنطبق مع فساتين السهر او فستان العروس. هلا هي كثير مطلوبه هي القصه هايدي يعني كل الصبايا كمان بتحسي بيطبقوا يعني اكسسوار شعر مع موديل فستان او مع الاستراس الموجود على الفستان. فمثل ما قالت المدام انه كثير مهم اليوم مواكبه الموضه او الالوان المطلوبه. عم نشوف كمان ايضا اكسسوار هذا اللون يعني عشق كل الصبايا يعني في ناس كثير بتحبه. يعني شو المواد المستخدمه ضمن فيروزي؟ هلا هون اكسسوار طبقته انا مثل لون الحجر هذا حجر لونه فيروزي فهو لون البحر ومشتقات البحر هيك وبيئتنا وطبيعتنا الحلوه بسوريا. فحبيت اطبق معه هون صدفه بتلبق له كثير وسلسال فحبيت يعني جمعت الفكره مع بعضها طلع معي هالشكل. حتى كمان في حصه للخواتم وحصه كمان للحلوقه كمان خبرينا عنهم اكثر وقد ايه هن مرغوبين اليوم من الصبايا. هلا كثير الصبايا عم يحبوا هالاشكال هي فكل في اشكال متنوعه انه حسب واحد شو لابس حسب شو حابب الخرز اللي بيحبه. فحبيت اطبق من لولو انه مناسب مع الطوق اللولو هون طبق الخاتم وهي والحلق خاتم كمان الحلق عملت على شكل زهرة حتى يمكن هي والخاتم اللي بيتركش لحيه وفي مثلا بتناسب مثل تعمل طقم مع بعضه او سلسال لحاله او اسواره. طيب خلينا نحكي اليوم عن المواد اللي عم تستخدميها. هل عم تكون كلفتها كثير عاليه كرمال انت تسوقي للقطعه بسعر يعني خلينا نقول انه مناسب للوضع مناسب لدخل الناس اليوم؟ يعني بتحسي انه انت اليوم عم ما فيها الربح الكثير او المواد اللي عم تستخدميه ما لها التكلفه الغاليه لهيك عم تقدري تسوقي بشكل صح؟ هلا انا عم حاول قدر الامكان تكون المواد مو مكلفه كثير. هلا عندك الخرز اسعاره ارخص شوي من الحجر، الحجر اغلى. فهلا الاساور اغلبيتها خرز بدنا نستعمل اول شيء السلك. بالنسبه للشجر اسلاك تربيط هدول ستانلس بيكون شو ما يغير لونه نختار السلك ستانلس. بالنسبه للاكسسوار الخيط بلاستيك هو بيكون بس متين اسمه خيط كريستال. في نوع الخيط بيكون بطاط هذا بيناسب الاكسسوارات تبعت الصبايا الصغار فهذا الخيط ما بيمط بس فيه متانه اكثر ومركب له قفل فبكون فيه هيك مثل بيقولوا رقيق اكثر يعني واحلى مناسب للاكسسوار. والخرز الخرز اسعاره معقوله يعني ممكن انت تنقي يعني التكلفه خلينا نقول مناسبه للسعر مناسبه للاوضاع الاقتصاديه كثير يعني يعني مثلا لا ممكن اي واحد يبلش يقدر يشتري ويعمل موضوع مثلا يبلش كفكره صغيره ويطورها بعدين. طيب خلينا نحكي عن نقطه ثانيه. اليوم نعرف انه لكل مناسبه في لها اكسسوارات معينه، كل صبيه بناسبها نوع من الاكسسوارات ولكل فصل ايضا اليوم عندنا اكسسوارات والوان بتناسبه. بالصيف كنا نحكي عن الوان الفوشي، الالوان الفاقعه اكثر، اما هلا نحن دخلنا بالشتويه اكثر، شو الالوان اليوم الاكسسوارات اللي عم تكون مطلوبه ودارجه؟ هلا مبدئيا اللون الابيض دائما دارج صيف شتاء لانه هو لون حيادي هو اللون الاسود فدائما مطلوبين ومرغوبين. هلا بالشتاء بتجي الالوان داكنه مثل عندك الخشب الاسود بالصيف الالوان هي الفاتحه اكثر الازرق. وحتى كمان احنا ممكن بالشتاء اذا حابين مثلا اذا دخلنا معه لون ذهبي بيزبط معك يعني ممكن تحطيه كاكسسوار اذا بلوستيك او فستانك فيه لون ذهبي ممكن نحط فيه حتى اللون الازرق او فيه لون يتناسب معه بني بيزبط مع اللون الازرق. يعني بيرجع اول للفصل وثانيا للالوان كمان. هذا لابق لك نسجي. ايه حلو كثير لون بني. حلو فانه هيك مناسب هذا بصير صيفي وبصير شتوي. يعني بشكل عام انه الابيض الاسود دائما ماشي بكل الفصول. بترجع يعني. الاساس الثاني كمان انه ثيابك الوان الثياب الالوان بتحبيها. وثانيا في الوان هيك صيفيه اكثر بيبقى هيك الوان فاقعه الفاتحه اكثر. طيب خلينا نحكي عن موضوع التسويق اليوم كيف عم تسوقي لهي المنتجات او هل كان عندك مشاركات ضمن معارض بازارات عرضتي منتجاتك شفتي الاطراف الاخرى شو عم تشتغل تفرجوا على شغلك قد ايه بتعطي يعني فرص حلوه المعارض؟ اكيد هلا في عنا نحن بالمركز دائما بنعمل معارض فكنت انا شارك بمعارض وبازارات بموضوع الرسم مبدئيا صار لي 5 أشهر تقريبا ببلش بالاكسسوارات والشجر فحابه هلا انه اشارك ببازارات قادمه ان شاء الله الاكسسوار مشان نسوق والعالم تاخذ فكره عن الشغل.
وسوق عن طريق كمان الميديا مثلا، حاول انه انزل اعمل صفحه خاصه مشان ان شاء الله باذن طيب الله. بالختام خلينا نعطي نصيحه لكل صبيه او لكل سيده حابه انه تبلش اليوم بمشروع، تحديدا مشروع الاكسسوارات، شو ممكن تنصحيها كرمال تنجح بهذا المجال؟ لانه اليوم بتلاحظي سيده هلا في كثير مشاريع هاند ميد، كثير مشاريع الاكسسوارات، كيف قادره الصبيه اليوم تتميز بهذا المجال؟ اكيد بنصح كل اي شخص او اي صبيه انه يتابع بشغفه، ولازم يكون شيء بيحبه، لانه اذا ما شيء بتحبيه اكيد ما حتقدري تكملي. ممكن عند اول مشكله بتواجهك انه تستسلمي او ما تكملي، فبنصح دائما انه يساووا باوقات فراغهم، يستغلوا كل فتره يعملوا قطعه، يعني بكل يوم او باوقات العطال يعملوا قطعه ويجمعوهم، بعدين يحاولوا انه يسوقوهم او يشاركوا فيهم بمعارض. أكيد بالختام نتمنى لك النجاح بهذا المشروع الجميل وهيك الاستمرارية، ونشوفك هيك عم تنجي قطع اليوم، هيك طالما السوق عم يطلب هي المنتجات فالمواكبة جدا مهمة. شكرا لك ومبروك هذا المشروع الجميل. شكرا كثير لكم. شكرا لك، وأكيد بالتوفيق والنجاح بمشروعك. أهلا وسهلا.